بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من حلقات افهمها بسرعه. قبل ما نبدا بناكد ان احنا بنقدم مفهوم مبسط ولا نتطرق لتفاصيل ولا نستهدف المتخصصين. النهارده هنتكلم عن المالتي بلكسنج. وقبل ما نتكلم عن المالتي بلكسنج تعالوا نتكلم عن الاتصال بيتم ازاي ما بين اي نقطتين. اي اتصال ما بين جهازين ايا كان نوعهم محتاج سيركت، محتاج مسار يضمن مرور البيانات. المسار ده ممكن يكون جايدد ميديا، كابل، واير، او اللي احنا بنسميه بوينت تو بوينت سيركت. ممكن يكون نقطة اتصال وايرلس زي الواي فاي اللي عندنا في البيت، وده بنسميه مالتي بوينت كونكشن. وفي الحالتين سواء هي بوينت تو بوينت او مالتي بوينت انا عندي مسارات محدودة لمرور البيانات. المالتي بلكسنج فعلا هو اللي انقذ البشرية، هو اللي خلانا نقدر ننقل حجم البيانات الضخمة دي على المسارات المحدودة. يعني احنا في اي اتصال، يعني في اتصال لو افترضنا ان ده اتصال فيديو مثلا، فاحنا بننقل الفيديو واوديو وبيكتشر وديتا بيانات مختلفه، وفي نفس الوقت الجهاز بيستقبل ايميل وشبكه على الشبكه وبيدخل على فايل شير وبيشايف البرنتر. فعندي عدد كبير جدا من الديتا المختلفه اللي كل واحده منها محتاج مسار. هو فعلا كل نوع من البيانات محتاج مسار، وانا المسارات اللي عندي محدوده. فكان الحل ان انا احاول اعمل تقسيم ديفايد للمسار الحقيقي الفيزيكال سيركت ايا كان نوعه، سواء زي ما قلنا واير او وايرلس، للوجيكال سيركت، لمسارات افتراضيه. الفكره ببساطه لو انت اتحطيت في موقف ضابط مرور ما عندوش اشارات وعندك سيارات جايه من عده اتجاهات وطريق واحد بس، الطريق ده لا يسمح بمرور سياره واحده بس، وانت عندك اربع شوارع مختلفة كل شارع جاي منه سيارات بالظبط. أول طريقة وأبسط طريقة، طيب خلاص، إن إحنا هنقسم أحقية المرور أو أولوية المرور بناء على الزمن، وده فعلا اللي بيسموه تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. إن خلاص هفتح لكل مسار فترة زمنية محددة يكون من حقه فيها يمر في المسار ده علشان يوصل الناحية التانية. الناحية التانية بالمناسبة عدد المسارات المتاحة تساوي عدد المسارات اللي في البداية، لأن إحنا زي ما عندنا مالتي بلكسنج عندنا دي مالتي بلكسنج، يعني عندنا حد بقى ياخد السيارات دي يرجعها تاني على المسارات بتاعتها. يعني لو افترضنا ده مسار الفيديو كول مثلا، فلما يوصل هناك هيخش في مسار الفيديو كول، ده الإيميل، وهكذا هيوصل هناك عند الإيميل. الطريقة دي سهلة وبسيطة، لكن كان في مشكلة مهمة جدا، إن أنت ممكن تفتح لمسار، تفتح الإشارة اللي جاية من طريق معين ومفيش سيارات أصلا، فأصبح عندك ايدل تايم، أو العكس عندك طريق مزدحم جدا ومحتاج السيارات، محتاجة تمر في إمرجنسي وأنت قافل عليها، لأن أنت هنا في التايم ديفيجن مالتيبلكسنج بتمرر الداتا إن إيكوال تيرد. كل واحد، كل مسار بياخد نفس الزمن، بياخد نفس الباندوس، بياخد نفس أحقية المرور. طيب قال خلاص، طيب احنا هنحاول نحسب كل مسار من دول محتاج قد ايه ونديهم بيانات مختلفة. يعني اذا فتحنا لده 3 دقايق هنفتح لده دقيقتين، اذا سمحنا لده يمر 100 ميجا هنخلي ده يمر 10 بس. فقال لك بدل ما هي تايم ديفيجن مالتيبلكسنج هتبقى statistically تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. والفكره في الاستيكلي ديفيجن مالتي بلكسنج ان انت هتبدا تدرس هو كل واحد من دول محتاج قد ايه. هنا هتحتاج مجهود اضافي، محتاج تعمل لوجيكال ادريسنج، محتاج يبقى عندك سنسورز تقدر تحدد حجم البيانات وبناء عليه توزع الوقت بشكل يناسب حجم البيانات. ولا يزال عندك المشكله برضو رغم كل ده، ممكن يحصل عندك ايدل تايمينج، ان انت فاتح مسار ومفيش سيارات جايه في المسار ده. قال لك طيب خلاص، احنا اكتشفنا اكتشاف كويس جدا، اكتشفنا ان الشارع بتاعنا ده اللي هو اصلا شارع واحد بس انه عرضه كبير جدا، لان احنا بنستخدم ويف لينس علشان احنا فايبر اوبتكس. الشارع بتاعنا ينفع نقسمه، هو شارع واحد بس، هو فيزيكلي سيركت وان سيركت، طريق واحد بس، فانا هقسمه لمسارات مختلفه، كل مسار هيعتمد على طول الإشارة. أصل أنا عندي مشكلة في الحالة دي، لازم عندي حاجة تضمن إن مفيش سيارة تنحرف من المسار بتاعها للمسار التاني. يعني السيارات اللي لونها أحمر
اللي مثلا بتاعت الايميل 80 هتفضل ماشيه في المسار ده لغايه ما توصل للديستنيشن. الويف لينث بيضمن ده، والويف لينث فعلا بيعتمد على كالرنج اكوردنج تو ذا ويف لينث، وبيضمن مرور الاشاره بنفس الطريقه. بس الفايبر اوبتكس اللي بيخليني اعمل كده ده غالي جدا ومش موجود عند الاند يوزر، ده بس موجود في الوصلات اللي هي ترانك لاين انفراستراكشر باك بون، الحاجات اللي هي بين الدول، حاجات الشركات الكبيره. قال لك خلاص احنا نعمل نفس الكونسبت ده بس هنعتمد على الفريكوانسي على التردد بنفس الطريقه، لكن لان التردد لا يضمن ان السيارات ما تنحرفش، يعني ممكن السياره اللي في المسار الاحمر تنحرف في المسار الاخضر، وانا بستخدم الفريكوانسي احط بين كل مسار والتاني جارد باند، حزمه زي الرصيف اللي بيكون في الشارع اللي هيضمن ان السياره دي ما تنحرفش تروح للمسار اللي بعده. ده الفكره الاساسيه بتاعت المالتي بليكسنج. في حاجه اخيره ان احنا ممكن نعمل العكس، ان احنا نعمل انفيرس مالتي بليكسنج، يعني انا فعليا ما عنديش مسار واحد، فعليا عندي اكتر من مسار لكن المسارات دي سرعتها محدوده، وانا محتاج يعني انا عندي شارعين كل شارع عرضه متر، وفي سياره محتاجه تعدي عرضها 2 متر، فهخلي بس اثناء السياره دي ما تعدي الشارعين شارع واحد، هشيل بس الرصيف اللي ما بين الشارعين عشان السياره تعدي. فده بنسميه انفيرس مالتي بليكسنج، وده عكس الفكره بتاعه المالتي بليكسنج. يعني المالتي بليكسنج المفروض ان انا عندي هاي سبيد سيركت، عندي شارع سريع هقسمه لشوارع تانية طبعا هتكون اقل في السرعه. الانفيرس مالتي بليكسنج بيعمل العكس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.